ضاقت أوقاتكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المرأة في الحدث. نبدأ حلقتنا اليوم من تركيا واستقالة 18 سيدة من عضوات مجلس أمانة المرأة بفرع حزب العدالة والتنمية بولاية وان بسبب الضغط النفسي والأعمال التعسفية بحقهن. ومن تركيا إلى العراق وارتفاع معدلات جرائم القتل نتيجة ما يسمى بالخيانة الزوجية وسوء الوضع الاقتصادي بالبلاد. ولدينا وقفة في تشيلي بتنظيم مجموعة من الفتيات والحركات النسائية تظاهرة بحق رجل متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة. ونختتم حلقتنا ببقى من الأخبار المنوعة، ابقوا معنا. نبدأ حلقتنا اليوم من تركيا، حيث استقالت 18 سيدة من عضوات مجلس أمانة المرأة بفرع حزب العدالة والتنمية في قضاء أرجيش التابع لولاية وان بسبب الضغط النفسي والأعمال التعسفية والعنف الممارس بحقهن من قبل رئيس فرع الحزب بالقضاء وأعضاء مجلسه. المزيد في سياق هذا التقرير. موجة من الانشقاقات الجديدة تعصف بحزب العدالة والتنمية المستمر بالتصدع والتفتت نتيجة السياسات التعسفية التي ينتهجها الحزب، حيث استقالت 18 سيدة من عضوات مجلس أمانة المرأة بولاية وان في تركيا. العضوات المستقيلات أعلن في بيان خلال مؤتمر صحفي أن الضغط النفسي والأعمال التعسفية والعنف الممارس بحقهن من قبل رئيس فرع الحزب بقضاء أرجش نديم ساغلم وأعضاء مجلس إدارة القضاء دفعهن للاستقالة. وتعتبر هذه الموجة من الانشقاقات هي الثانية من نوعها التي يشهدها الحزب الحاكم خلال أسبوع، حيث استقالت الجمعة الماضية رئيسة أمانة المرأة في فرع الحزب بمقاطعة قزلتبة التابعة لمدينة ماردين أمينة غوكتاش، إضافة إلى 14 من الأعضاء المرافقين لها، وذلك اعتراضا على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا. وتتعرض النساء في ظل حكم رئيس النظام التركي رجب أردوغان لشتى الضغوطات النفسية وكافة أنواع العنف، حيث تؤكد تقارير حقوقية مختصة بشأن المرأة في تركيا مقتل العشرات من النساء بالإضافة إلى تعرضهن للعنف بشكل ممنهج. ويرى مراقبون أن أوراق رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزبه تتساقط واحدة تلو الأخرى، وأن الانقسامات والانشقاقات داخل الحزب قد تضع مستقبله على المحك في ظل استئثاره بحكم البلاد والدخول بها في نفق مظلم، فضلا عن سياسته القمعية بحق كل من يعارضه داخل وخارج تركيا. شهدت العديد من المدن التركية تظاهرات نسائية احتجاجا على دعوات مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم للانسحاب من معاهدة اسطنبول التي تهدف لتأمين حماية أفضل للمرأة من العنف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ما تزال الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة في تركيا تمسكن باتفاقية اسطنبول كوسيلة مهمة وفعالة للحد من العنف ضد المرأة، على الرغم من عدم تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع منذ إبرامها عام 2012. تظاهرات نسائية شهدتها العديد من المدن التركية احتجاجا على دعوات مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم للانسحاب من معاهدة اسطنبول التي تهدف لتأمين حماية أفضل للمرأة من العنف. ووسط انتشار أمني كثيف تجمعت عشرات النساء في حديقة عامة بأنقرة تأكيدا لتمسكهن بالمعاهدة، في حين أكدت كانجو أرتاس من منصة نساء أنقرة التي نظمت التظاهرة أنه في حال سحبت المعاهدة فإن المرأة ستبقى وحيدة. وفي اسطنبول منعت متظاهرات من دخول حديقة عامة، وقررت العشرات منهن السير في الشارع في منطقة بشكتاش معبرين عن سخطهم من قرارات حزب العدالة والتنمية الظالمة بحق المرأة.
وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم نعمان كورتولموش قد اعتبر أن على أنقرة انسحابا من المعاهدة التي صادقت عليها تركيا في 2012. ويشار إلى أن المجلس الأوروبي قد تبنى المعاهدة عام 2011 كأول أداة ملزمة قانونا لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة. وعلى الرغم من مصادقة نظام تركيا على المعاهدة، إلا أن القانون لم يطبق فعليا في تركيا، ما يترك المرأة تواجه مصيرا مجهولا في ظل تكرار الجرائم بحقها بشكل يومي، فضلا عن كافة أشكال العنف والتعذيب التي تتعرض لها. ومن تركيا إلى العراق، فقد كشف تقرير صحفي أعده مجلس القضاء الأعلى عن ارتفاع معدلات جرائم القتل في العراق نتيجة ما يسمى بالخيانة الزوجية وسوء الوضع الاقتصادي الذي أدى لتدهور القيم المجتمعية واتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء إلى العلاقات الأسرية. لنشاهد. تقرير صحفي أعده مجلس القضاء الأعلى كشف فيه عن ارتفاع معدلات جرائم القتل في العراق نتيجة ما يسمى بالخيانة الزوجية وسوء الوضع الاقتصادي الذي أدى لتدهور القيم المجتمعية واتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء إلى العلاقات الأسرية. مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن أن حالات الطلاق العام الماضي تجاوزت 70,000، 40,000 منها في العاصمة بغداد، فيما كانت نسبة الأعوام السابقة مستقرة على قرابة 50,000 حالة طلاق سنوياً. وعزى تقرير للسلطة القضائية في العراق ارتفاع نسب الدعاوى التي تخص المشاكل الزوجية إلى الانفتاح التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الدعاوى الخيانة الزوجية تتصدر نظيرتها أمام مكاتب القضاة، مبرزا انتشارها في المناطق الحضرية أكثر مما هي في الأرياف. ووصل مجموع حالات الطلاق خلال الأعوام العشرة الماضية إلى 516,784 حالة طبقا لإحصاءات دورية رسمية أعدتها السلطة القضائية، في وقت كان فيه مجموع حالات الزواج خلال هذه المدة 2,623,883 حالة، مما يعني أن نحو 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق. أخبار اجتماعية وفنية وأخرى رياضية بعد هذا الفاصل. نظمت مجموعة من الفتيات وحركة نسائية مؤيدة لحقوق المرأة تظاهرة في مدينة تيموكو جنوبية تشيلي بعد رفض طلب الاعتقال بحق رجل متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة ما أدى إلى مقتلها في نهاية المطاف. لنتابع معا. مجموعة من الفتيات وحركة نسائية مؤيدة لحقوق المرأة نظمنا تظاهرة بمدينة تيموكو جنوبية تشيلي لرفض طلب اعتقال بحق رجل متهم بالاعتداء الجنسي مارتن براديناس، المتهم بالاعتداء الجنسي على امرأة مما أدى إلى مقتلها في نهاية المطاف. النساء نزلن إلى الشوارع ورفعن أصواتهن عاليا ضد العنف الجنسي المنتشر في البلاد الذي يمارس عليهن، وهتفنا في البداية بأنتم المغتصبون التي باتت شعار تجمعهن الحاشد، قبل أن يتابعوا المصير إلى منزل براديناز الذي يخضع للإقامة الجبرية. الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع
لتفريق النسوة اللواتي تجمعن حول منزل المتهم بعد حلول الليلة. ويعد العنف ضد النساء والفتيات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ووباء عالمي، ولا يزال من الضروري بذل جهود كبيرة لضمان حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف. جذبت سيدة هندية مسنة اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع مصور لها وهي تؤدي حركات فنون قتالية في شوارع مدينة بوني غربي الهند. لنشاهد. سيدة هندية مسنة تبلغ من العمر 85 عاما من مدينة بوني في غرب البلاد، أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو لها وهي تؤدي حركات فنون قتالية في شوارع المدينة. وبارت شانتا باوار حشدا من الناس بمهاراتها ورشاقتها وهي تؤدي حركات من فنون اللاتيكات القتالية التقليدية التي تستخدم فيها العصا، وجذبت مهاراتها اهتمام الممثل ريتش داشموك الذي نشر مقطعا مصورا لها وهي تؤدي تلك الحركات على حسابها على تويتر، وحقق الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن. وتمارس باوار هذا النوع من الفنون القتالية التقليدية منذ أن كان عمرها 8 سنوات، وتقول إنها عندما تؤدي تلك الحركات يعطيها الناس بعض المال بما قد يصل إلى 100 روبية أو ما يعادل $1.34، وتفعل هذا طوال اليوم وليس لديها أي خطة للتقاعد والتخلي عن عصيها. توفيت نجمة فيلم ذهب مع الريح أوليفيا دي هافلت عن عمر نهز 104 أعوام في بيتها في باريس، حيث كانت تقيم منذ أكثر من 60 عاما. لنتابع. نجمة فيلم ذهب مع الريح أوليفيا دي هافيلاند رحلت عن الحياة عن عمر ناهز 104 أعوام في بيتها في باريس، حيث كانت تقيم منذ أكثر من 60 عاما. دي هافيلاند التي كانت آخر ممثلة على قيد الحياة من العصر الذهبي لهوليوود، واشتهرت بفيلم ذهب مع الريح عام 1939، حصلت على جائزتي أوسكار خلال مسيرتها الفنية التي شاركت خلالها في 50 فيلما. كما شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين التي توفيت عن 96 عاما في 2013. وكانت دي هافيلاند التي تحمل الجنسية الأمريكية وولدت لأبوين إنجليزيين باليابان تعيش في باريس منذ عام 1953، ولم تظهر كثيرا منذ تقاعدها، لكنها عادت إلى هوليوود عام 2003 للمشاركة في عرض جوائز الأوسكار 75. وانتقلت أسرة دي هافيلاند إلى كاليفورنيا عندما كانت طفلة، وبدأت عملها بالسينما بعد أن رآها المخرج ماكس رينارد في عرض مسرحية حلم ليلة في منتصف الصيف، وأسند لها دورا في الفيلم الذي اقتبسه من المسرحية عام 1935. وانبهرت شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائي بالفتاة في ذلك الوقت، ووقعت معها عقدا لمدة 7 سنوات. وللممثلة الراحلة ابن يدعى بنيامين من زوجها الأول الكاتب ماركوس جودريتش، وابنة تدعى جيزيل من زوجها الثاني الصحفي بيير جالانت. أصبحت الأمريكية سينيسا استرادا صاحبة أسرع ضربة قاضية في تاريخ الملاكمة للسيدات المحترفات بعد فوزها على منافستها ميراندا أتكنز في النزال الذي جمعهما في إنديو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. لنشاهد.
ما إن دق جرس البداية وبدأ القتال حتى انهالت الملاكمة الأمريكية سينيسيا إسترادا على منافستها ميريندا أتكينز بتوجيه 7 لكمات سريعة منها 4 في الرأس. أسفرت عن سقوط ميريندا أتكينز بالضربة القاضية، وذلك بعد 7 ثواني فقط من بداية النزال الذي جمعهما في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الملاكمة سينيسيا البالغة من العمر 28 عاما أصبحت صاحبة أسرع ضربة قاضية على الإطلاق في تاريخ الملاكمة النسائية، وحققت بذلك انتصارها 19 في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، واللافت أن 8 منها كانت بالضربة القاضية. بينما تجرعت ميريندا أتكينز البالغة من العمر 42 عاما مرارة الهزيمة الأولى في مسيرتها الاحترافية بعد 5 انتصارات متتالية. والجدير بالذكر أن سينيسيا هي بطلة رابطة الملاكمة العالمية، كما حازت على فضية بطولة المجلس العالمي لملاكمة وزن الذبابة. وإلى فقرة اللقاء لهذا اليوم نتابعه لكن بعد الفاصل. في لقاء خاص مع قناتنا تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر عن مكانة المرأة وضرورة انخراطها بالعمل السياسي ومراكز صنع القرار لضمان حقوقها بالرغم من العقبات والفوارق التي تواجهها في هذا المجال، مطالبة النساء بمضافرة الجهود لأخذ دورهن ومكانتهن في المجال السياسي. لنتابع. طبعا موضوع المرأة والسياسة موضوع مهم جدا وله أبعاد كبيرة، خاصة أنه حاليا في الوقت الحالي هذا الموضوع يشغل مساحة كبيرة، كون النساء في نضال مستمر دائما من أجل أن يكون لهم أدوار سياسية، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، وجود صراعات ونزاعات على كافة المستويات. طبعا فمن الضروري جدا أن يكون هناك اهتمام خاص بموضوع المرأة والسياسة، وأن يكون لها مشاركة فعلية في آليات صنع القرار، خاصة أن هذه الحروب دائما تكون ضحيتها الأولى هي المرأة، فمن الأجدر أن تكون موجودة في مراكز صنع القرار حتى تكون هناك قرارات تضمن حقوقها وتدافع عنها، وتكون هناك حلول لقضية المرأة على مستوى العالم أجمع. ولكن العمل السياسي بالنسبة للمرأة ما زال يواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم بشكل أكثر، حتى في الدول الأكثر تقدما هناك فوارق ما زالت موجودة، هناك تمييز ضد المرأة ضد عمل المرأة في المجال السياسي، لذلك يتطلب من كافة الحركات النسائية بشكل عام طبعا تضافر الجهود من أجل طبعا أن يكون للمرأة دور أكبر في مجال العمل السياسي، في مجال العمل الدبلوماسي، ودائما أن يكون لها حضور على المستوى الدولي في صنع القرار السياسي والمشاركة الفعلية في العمل السياسي. ومقالنا اليوم للكاتبة اللبنانية مادونا عسكر، التفاصيل بعد الفاصل القصير. العاطفة انجذاب محدود بالزمان والمكان والأشخاص،
وأما الحب فهو انجذاب كوني يتخطى الزمان والمكان والحدود فيلغي المسافة والوقت. بهذه الكلمات لخصت الكاتبة اللبنانية مادونا عسكر مقالها، لنتابع. من أقوال الحلاج الدالة على عمق رؤاه القلبية قوله: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه، وما هذه الرؤية إلا بلوغ الحلاج ذروة اللقاء بالمحبوب الإلهي، بل ذروة الامتزاج بالكائن الخارج عن الزمن والمتجذر في عمق أعماق الحلاج في آن معا. وبعيدا عن نظرية الحلول والاتحاد، يحملنا الفعل رأيت إلى المعنى الإنساني المرتبط بالحب الأسمى. فعندما يقول الحلاج ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه، فهو يمزج المعنى الحسي للفعل رأى بالمعنى القلبي، ويأتي المزج نتيجة لفعل الحب المتفجر من داخل الحلاج إلى الخارج. الحب في أصله لا أصل له، فهو أشبه بمس يأتينا من خارج الكون، وللمحبين المتفاعلين مع هذا الحب إشراقاتهم الخاصة وتجربتهم الخاصة. ولا يمكن قياس حبهم على العاطفة التي يشعر بها كل إنسان، فالعاطفة شعور متناقض، وقد يضعف ويقوى، وقد يشتعل ويخمد، إنه ما يظن أنه الحب. والعاطفة انجذاب محدود بالزمان والمكان والأشخاص، وأما الحب فهو انجذاب كوني يتخطى الزمان والمكان والحدود فيلغي المسافات والوقت. وإذا ما انجذب المحب رمى بنفسه كما ترمي الفراشة بنفسها في نور المصباح حتى تحترق. وما حال رؤية الحلاج لله في كل شيء إلا ارتماءه في هذا الحب حد الاحتراق بنوره، فما عاد يرى فيما يرى إلا هذا النور. وتبدو لنا هذه الرؤية جلية في قصيدة الحلاج: والله ما طلعت شمس ولا غربت، إذ يعين الحلاج هذا الحب في حركة الكون بشكل عام. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. يحيى المحب في حركة الكون الدائرية من طلوع الشمس إلى غروبها بهذا الحب المقرون بأنفاسه، فإذا انقطع انقطعت الحياة، وهنا تأخذ الحياة بعدها الآخر والأعمق من حركة التنفس. إنها حياة المحب الممتزجة بالحب الأصل، فلا تعود هذه الحياة تعني له شيئا بحكم الانجذاب العشقي، ولا يرى منها حركتها إلا ضمن هذا الانجذاب. فمن وجهة نظر المحب ليس من حياة وليس من عالم وليس من حركة، كل ما يراه ويعاينه هو الحب، وكل ما يقوله ويفعله ويسعى إليه هو الحب. وإذ يقول: ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، فلا يريد بقوله فعل التبشير، وإنما هي اللغة التي تتحول من لغة باهتة إلى لغة تقاوم عجزها في التعبير عن احتراق العاشق. لذلك يستحيل الحديث تلقائيا وبديهيا عن المحبوب كفعل حب يفوق قدرة إنسانية المحب على تحمل هذا الاحتراق العشقي، فثمة من اشتعلت النار في كيانه فرمته أرضا. إن المحب يتحرك باتجاه المحبوب الجاذب بقوة، والمضي إليه صعب، ومعرفة السبيل أشد صعوبة، ويمسي الهدف الوحيد الإتيان إليه بأية وسيلة ممكنة. وصلنا إلى ختام الحلقة من برنامج المرأة في الحدث، إلى اللقاء.